السلام عليكم. من ضمن الحاجات اللي ملاحظة ان الناس بتهتم بالبرامج السوفت وير على حساب المنهج العلمي، ان هو يجيب كتاب ويقعد يقرا في الحاجه ديت. يعني مثلا تلاقي مثلا مهتم ببرنامج الساب او برنامج الروت وهو لسه ما درسش التحليل الانشائي للمبنى، او بيدرس الهاب وما درسش الحسابات التكييف وما درسش الطريقه المانوال وما حسبهاش مانوال. لا، المفروض ان انت السوفت وير والبرامج ديت عباره عن تولز، ادوات بتسهل عليك الشغل. فلو انت مش فاهم الشغل اكيد هتطلع الارقام غلط، تمام؟ مش موضوع ان انا بدخل ارقام وبتطلع الارقام، لا، لازم ابقى فاهم في فكر هندسي، في حس هندسي، في فاهم جت منين، امتى استخدم دي وامتى استخدم دي، وامتى الرقم ده اقبله وامتى الرقم ده ما اقبلهوش. فدي من ضمن الحاجات الخطر بتعمل مشاكل كتير جدا، ان انت تهتم بالبرامج اكتر من اهتمامك بالعلم نفسه، واكتر من اهتمامك بفهم النظريه. يعني حتى في البيم ناس كتير مهتمه بان هو يعرف البرامج والزراير بتعمل ايه من غير ما يعرف الفكره بتاعه البيم. برضو في كل الحاجات الهندسيه البرنامج اداه بتسهل لك الشغل، يعني مثلا بريمافيرا وام اس بروجكت دي برامج بتسهل لك اداره المشاريع، بس لو انت مش فاهم اداره المشاريع مش هتعرف تشتغل بالبرامج صح، تمام؟ هتبقى حافظ ومش فاهم، ولو في اي مشكله مش هتعرف جت منين وراحت فين وماشيه مع مين والحاجات دي كلها. فبرجاء قبل ما بنذاكر حاجه، قبل ما نذاكر السوفت وير بنشوف السوفت وير ده بيعمل ايه، ونكون عندنا اطلاع على الحاجه ديت ومذاكرنا كويس.